السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذا الفيديو لتعليم الإسقاط النجمي مقدم لكم من بيت الصفا في هذا الفيديو سنتناول التقنيات الأساسية لرفع الطاقة وتفعيل مراكز الطاقة الرئيسية أو ما يعرف بالشاكرات رفع الطاقة رفع الطاقة هو جزء أساسي من تحفيز وتطوير ودوفير الطاقة وتحسين وظائف الجسد الأثيري مما يساعد على تحقيق وعي اكبر بالاحلام وتوفير الطاقه اللازمه لخروج وعي من الجسد رفع الطاقه هي عمليه سهله وكل ما تعلمته حتى الان كاف للقيام بها الفرق الوحيد هو اننا سنستخدم الطاقه التي نرفعها خلال الاطراف الذراعين والقدمين ونقوم بتوجيهها بمسارات الى مركز الطاقه ونقوم بتخزينها هناك بهذه الطريقه نستطيع رفع الطاقه خلال الجسد إذا كنت تواجه صعوبه في تقسيم الوعي ودفعه الى المركز خلال كلتا اليدين او القدمين فحاول القيام بهذه العمليات خلال جانب واحد من الجسد عاده احد الجوانب اقل حساسيه للوعي من الجانب الاخر سنستخدم خلال هذه العمليات اداه الاسفنج التخيليه ونقوم بتحريكها بالوعي للوصول الى مركز تخزين الطاقه ملاحظه مهمه مركز السرة المذكور هنا هو مركز الطاقة بين السرة وخط العانة وليس السرة ذاتها أو منتصف الجسد إذا كيف نقوم بهذه العملية؟ هناك طريقتان لرفع مستوى الطاقة في الجسم من خلال تحريك الوعي وحده أو مع تحريك الوعي بمساعدة إيقاع التنفس وسنحتاج الطريقتين خلال الدائرة الكاملة للطاقة أو لزيادة الطاقة في إحدى المراكز الأساسية الشاكرات وهي فعالة جدًا ويمكن تجربة الأمر. إذا كنت تشعر بالتعب وترغب بالحصول على بعض الطاقة بشكل سريع، فقط اجلس واسترخي قليلًا. ابدأ في تحفيز مراكز الطاقة الثانوية في القدمين باستخدام أداة الفرشاة على جميع الأصابع وباطن القدم. ثم تخيل أداة الإسفنجة تتحرك على القدم حتى تشعر بتفاعلات الطاقة هناك. وثم ابدأ في رفع الطاقة وجرها خلال الساقين تصاعديا إلى الوركين. كما لو أن المياه تحملها الإسفنج بالفعل من الأسفل إلى الأعلى خذ الطاقة خلال مسار أمام الوركين وصولا إلى مركز السرة وركز الطاقة هناك ثم ابدأ من جديد في رفع الطاقة من القدمين وبنفس الطريقة السابقة خلال فترة بسيطة ستشعر بأحاسيس للطاقة في مركز التخزين حتى خلال التجارب الأولى هذا يعود في الاساس الى الفاعليه الشديده للنظام الجديد في الطاقه والذي يجب ان نتعامل معه بحذر اذا كنت لا تجيد رفع الطاقه خلال كلا الساقين ابدا بساق واحده ثم استخدم كلا الساقين في نفس الوقت معا بالطبع فمدى فاعليه التقنيه يعتمد على مهارتك في التعامل مع الوعي الحسي واستشعار الوعي بالاسفنج التخيليه والماء الذي تحاول رفعه بالوعي لكن ما إن يتم إتقان الأمر حتى يصبح سهلًا للغاية ويمكن رفع الطاقة في أي وقت وأي مكان. رفع الطاقة خلال الذراعين: ويمكن رفع الطاقة عن طريق الذراعين، كما الحال مع الساقين. عادةً ما تستخدم هذه الطريقة كجزء من الدائرة الكاملة للطاقة أو لتحفيز الشاكرات، ولكن يمكن أن تستخدم أيضًا بمفردها لرفع الطاقة. سواء كنت جالسًا على كرسي أو مستلقياً على السرير، فالمعيار الأهم هو الراحة بعد تفعيل سريع لمراكز الطاقة في اليدين ابدأ في تحريك نقطتين من الوعي واحدة في كل ذراع إلى الكتف وعند تلاقي النقطتين في منطقة الحلق ادفع بهما مباشرة إلى الصدر ثم إلى المعدة ثم إلى مركز السرة وثبت الطاقة هناك لو كنت تواجه مشاكل في تقسيم الوعي قم بالعمل على ذراع واحدة في كل مرة ثم مع الوقت قم بالعملية بكلتا الذراعين لو أردت يمكنك استخدام التنفس لتنظيم العملية، حيث تقوم بالخطوات السابقة خلال عملية الشهيق ثم في الزفير تنقل النقطتين مرة أخرى إلى اليدين لتستعد لنقل الطاقة مجدداً خلال الشهيق القادم عند العودة السريعة لليدين لا تسلك المسار السابق بل اقلب الوعي فجأة إلى اليدين دائرة الطاقة الكاملة خلال الجسد التنفس يخلق حركة طبيعية واعية داخل الجسد عندما يتدفق أو يخرج الهواء. هذا يولد شعور طبيعي بالصعود والهبوط والحركة الداخلية والخارجية لها. هذا مفيد جداً عندما يقترن الأمر بالوعي وتقنيات رفع الطاقة، فالتنفس يوفر إيقاع طبيعي يمكن السير عليه لرفع الطاقة بانتظام خلال الذراعين والساقين. الخطوة الأولى هي بتفعيل مراكز الطاقة الثانوية في اليدين والقدمين وفتح المسارات خلال الذراع والساق بتقنيات ارتداد الطاقة ويمكنك مراجعة الفيديو السابق الدورة الكاملة للطاقة من مرحلتين من الضروري القيام بالتمارين السابقة حتى تشعر بحركة واضحة لنقطة الوعي خلال مسارات محددة على الذراع أو الساق حتى الآن تعلمت كيف ترفع الطاقة خلال الطرف العلوي أو السفلي من الجسد خلال الدائرة الكاملة سنتعلم استخدام التنفس لتنظيم رفع الطاقة خلال كلا الطرفين معًا بطريقة فعالة. يمكنك القيام بتلك الدائرة أثناء الجلوس، الاستلقاء، الوقوف، وحتى المشي. ولكن يفضل أن تقوم ببعض الاسترخاء في محاولاتك الأولى لتسهيل تركيز وتحريك الوعي. بالتمرين تصبح الدائرة الكاملة للطاقة خلال الجسد أكثر سهولة، ويمكن القيام بها بشكل تلقائي. الخطوات: في البداية قم بعمل تمارين لتحفيز مراكز الطاقة في القدمين حسب الحاجة في أثناء الشهيق قم برفع الطاقة خلال الساقين نحو مركز السرة استمر في دفع الطاقة وتركيزها هناك حتى نهاية الشهيق عند انتهاء الشهيق اقلب الوعي مجدداً إلى كلا اليدين عندما يبدأ الزفير قم بتحريك الطاقة من خلال الذراعين إلى أسفل الصدر ثم إلى مركز السرة استمر في دفع الطاقه وتركيزه هناك حتى نهايه الزفير في نهايه الزفير اقلب الوعي مجددا الى كلا القدمين ثم كرر الخطوات السابقه مع الشهيق القادم اذا لم تستطع القيام بالعمليه في كلا الساقين والذراعين حاول القيام بها على جانب واحد ومع التدريب حاول ان تشمل الجانبين معا يمكن عكس العمليه اي جعل رفع الطاقه من اليدين في الشهيق ورفع الطاقه من القدمين في الزفير وقد وجدت أن هذا أسهل لأنك تشعر بأن اليدين أقرب إليك في عملية الشهي وهذا يسهل كثيرا عملية التركيز أثناء رفع الطاقة الصورة الأخيرة من عملية رفع الطاقة هي أن نشمل جميع الجسد في العملية كما ترى في البداية كان الأمر محصورا بأحد الطرفين الذراعين أو الساقين ثم قمنا بتوحيد رفع الطاقة من الطرفين معا وتنظيمه خلال إيقاع التنفس ولكن لا زالت هناك مناطق أخرى من الجسد لا تتأثر برفع الطاقة ولا تمر خلالها مسارات الطاقة قبل تخزينها لذا ستشملها التقنية القادمة وهي المرحلة الأخيرة من رفع الطاقة خلال الدورة الكاملة أنصح بشدة أن تبدأ بالتدريج أتقن في البداية تحفيز مراكز الطاقة الثانوية في اليدين والقدمين ثم ابدأ في المرحلة الأولى من رفع الطاقة خلال طرف واحد ثم خلال الدورة الكاملة بمساعدة الطرفين معًا وإيقاع التنفس وفي النهاية يستخدم التقنية التالية وتحريك الوعي خلال جميع مسارات الجسد أثناء رفعها. دائرة الطاقة الكاملة من مرحلة واحدة. في هذه التقنية سنستخدم كامل الجسد كمنطقة موحدة لتحريك نقطة الوعي. وهذا سيحفز غالبية قنوات الطاقة والممرات ومراكز الطاقة في الجسم بما في ذلك بعض الشاكرات. وسنستخدم أيضًا إيقاع تنفس لزيادة قوة الوعي. يجب ممارسة رفع الطاقة على الأقل لخمسة عشر دقيقة يوميا للحصول على نتائج ذات قيمة معتبرة وحتى دقيقة واحدة من الممارسة لها قيمتها ويمكن استخدام التقنية لتحسين الاستفادة من وقت الفراغ الطويل في الانتظار والسفر لا يوجد حد معين لطول الوقت المستخدم في رفع الطاقة وكلما مورست التقنيات لفترة أطول كلما كان ذلك أفضل لو مارست هذا الأسلوب لبضعة دقائق فقط قبل النوم، فإن ذلك سيزيد من وضوح الأحلام وسرعة التذكر. إذاً لنبدأ في رفع الطاقة خلال الدائرة الكاملة. في البداية، قم بتمارين تحفيز الطاقة في القدمين حسب الحاجة، وركز الوعي هناك. في أثناء الشهيق، قم برفع الطاقة من خلال الساقين إلى مستوى الظهر. ارفع الطاقة عن طريق الذراعين عند وصول الوعي إلى مستواهما. استمر في رفع الطاقة حتى الرقبة ثم إلى على الرأس. جمع الوعي في قمة رأسك ودعه يتراكم هناك حتى يتم الانتهاء من الشهيق. عندما يبدأ الزفير، حرك الطاقة خلال وجهك ثم في فمك إلى الحنجرة والصدر ثم إلى مركز السرة. استمر في دفع الطاقة في مركز السرة حتى إكمال الزفير. في نهاية الزفير، اقلب الوعي مجددًا إلى كلا القدمين وكرر الخطوات السابقة عند الشهيق القادم. كرر الأمر حتى تحصل على الإيقاع الطبيعي المنسجم لرفع الطاقة مع عملية التنفس إذا لم تستطع القيام بالعملية السابقة في كلا الساقين والذراعين حاول القيام بها على جانب واحد ومع التدريب حاول أن تشمل الجانبين معا يمكن أيضا عكس عمليتي الشهيق والزفير بحيث يتم تركيز الطاقة في الشهيق ورفعها إلى أعلى الرأس في الزفير ولكن لا أنصح بذلك خلال الدوره الكامله للطاقه يجب ان تكون المسارات واضحه وتشمل مساحه كبيره من المسار الذي تسلكه استخدم انفاس عميقه طبيعيه وبطيئه قم بتفعيل مراكز الطاقه وعمل بعض من تمارين الارتداد لها اذا كان لديك بعض الوقت قبل رفع الطاقه يمكن رفع الطاقه في اي وضعيه لكن يفضل الاستلقاء للظهر مع الذراعين مسترخيتين تماما على السرير بجانب الجسد خلال المسار الهابط للطاقة، حاول أن تجعل الطاقة تمر على الوجه ويفضل أخذها خلال الفم، الحنجرة، الصدر وصولاً إلى مركز السرة. إذا لم تفعل ذلك وتجنبت الحنجرة، فستضيع الفرصة لتفعيل العديد من المراكز المهمة للطاقة في الفم. يمكن إلصاق اللسان بلطف بسقف الفم لتسهيل مرور الطاقة. إذا وجدت الأمر مشوش للتركيز بشدة، فقم بنقل الطاقة من أعلى الرأس إلى الصدر مباشرةً خلال الجمجمة وتجنب الفم. مع الوقت، عندما تجد في نفسك الخبرة والتحكم الكافي، أعد مسار الفم إلى الدائرة. تدفق الطاقة والجهد المبذول يجب استخدام جهد معقول وطبيعي أثناء رفع الطاقة والتعامل مع المناطق المسدودة يمكن استخدام إرادة قوية لزيادة تدفق الطاقة، لكن لا تحاول الضغط بشدة ودفع الطاقة بشكل عنيف خلال المسارات أو المناطق المغلقة، لأن هذا سيقوم بفتحها مؤقتاً ولكن ستعود في المستقبل لحجمها السابق، وربما أصغر. لذا حاول التعامل مع الأمر بحكمة وروية. أحاسيس حركة الطاقة أحاسيس حركة الطاقة القوية سببها المباشر هو المقاومة ضمن جسم الطاقة. وهي مقاومة طبيعية للتدفق المتزايد للطاقة خلال المراكز والمسارات المسدودة أو المضيقة. من هذه الأحاسيس الوغز، الدغدغة، الرنين، والتذبذب في باطن الأقدام وأصابعهما. الإحساس بحركة سريعة للمياه فوق السيقان والأذرع. وخز عظمي عميق داخل الأيدي، الأقدام، السيقان والأذرع. التنميل مثل الشعور بحركة النمل يسحب في أنحاء جسدك. الشعور باللسع أو الشعور بإحساس ثقب خفيف على الجلد ألم، برودة، أو بقع ساخنة خصوصًا في باطن القدمين وراحة اليد وقد تختبر بعض التشنجات العضلية تذكر بأن أحاسيس حركة الطاقة الثقيلة تنخفض دائمًا عند تقدم تطوير جسم الطاقة وتذكر أيضًا بأنه ليس هناك حد أعلى للتدريب ورفع الطاقة طالما أنك تقوم بإيصالها بالطريقة الصحيحة إلى مركز السرعة بهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من هذا الفيديو في الجزء الثاني سنتعلم كيفية تحفيز وتفعيل مراكز الطاقة الرئيسية أو ما يطلق عليه تشاكرات وهي الخطوة الأخيرة في مجال تنمية الطاقة تابعونا إذاً في المرحلة القادمة لاستكمال ما تبقى من معلومات ومعرفة ضرورية لنجعل تجارب الإسقاط النجمي أكثر سهولة